السلام عليكم ورحمة الله الإخوان، تحية طيبة، أتمنى تكونوا بخير وبألف خير إن شاء الله. كما جرت العادة، نهار جديد، فلوق جديد، وتحدي جديد ديال صيد السمك هنا بالمياه العذبة بكندا. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا، خليكم معنا حتى لفن الفيديو، وما تنساوش تدعمونا باشتراك وبلايك. بعد القضية والله إلا كتضر في الخاطر بالله. دابا حاليا عندنا المتابعين اللي كيتبعونا راه غير نورمالمون راه كاملين من اصدقاء اليوتيوب، مازال ما كاينش حد اللي هو براني اللي ما تعرفنا ما كنعرفو الا قليلا. واللي كنتمنوا غير من صحابنا اللي كيعرفونا ليا اللي ولا كيشوفونا في الفيسبوك وتنبارطاجيو معاهم. الا شفتوا الفيديو تفرجتوا فيه واخا غير دقيقه ولا جوج دقائق، ما تنساش واحد اللايك، على قاش كتكون 400 في 390 في فيها 12 لايك 16 لايك. حشومه عليكم الله يلاه، حشومه، تعاونوا معنا شي شويه. دوك لي لايك راه تيعاونوا، ولي كومونتير حتى هما راه تيعاونوا. واخا تدخل من الكومونتير كتفي غير نقطه ولا غير واحد ايموجي كيما بيكون ديروه في الكومونتير راه تيعاون، راه تيعاون الفيديو باش انه يزيد يتبارطاجا بزاف. كنتمنى تساعدوا معنا وتعاونوا القناه بهذا اللوجيست الزوين والصغير اللي ما فيه حتى شي حاجه، وعلى بركه الله. خليكم معنا بدو الفيديو ديالنا في التحدي ديال صيد الاسماك، خليكم معنا، تحيه طيبه، فرجه ممتعه. بسم الله على بركه الله، عمر العميره ديالنا، اول عميره عليك مولانا، الله يجيبها سمينة مسكينه هذه التويده هذه، غادي نضحيو بها باش تجيب لنا شي دوري زوين. الله يجيب شي دوري يكون مطمطم. اجي 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 سخفانه هذه ما بعد قاعد واش تدخل هذيك. يا الله يبارك وعدك عميره ديالتنا هي واحده مسيحه رنا الزويف. عاوتاني عليك مولانا، عليك مولانا، يا سلام سلم. اليوم ما كايناش بعد هذيك الحراره بزايد، وما كاينش الطلب اصلا اللي بيبرزنا بزايد، ما كاينش هذيك قوه البراد. شتي هذا؟ عليك مولانا، عليك مولانا، عليك مولانا، هاهو حاجه، هاهو حاجه، هاهو هذيك حاجه، ها صغير غادي سارح بالخير، غادي بي والله غادي بالخير، غادي بي سارح بي. عرف عن نفسي، الله يكون شي دوري، دوري زوين، شحال شي تيبان لي غليظ هادي باربوط هادي، زعما باربوط ديالها، باربوط منطحرة. مرات المشطاج، المشطاج، بربوطة الأولى، مسخوطة الأولى، نوكيل، سير تعيش، عليك مولانا. او 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 ارفع عليها، او ارفع، او ارفع عليها عاوتاني، او كاي تكتب فيها. الله الله شو دوري، الله الله شو دوري، يا الله يسخر فيك. ان شاء الله الى دوري هذا يتركز. الله الله الله، اللهم يسر، اللهم يسر يكون شي دوري، شو دوري شو دوري يا ربي، شو دوري يا ربي يكون شو دوري. حرام باغ بوس، باغ بوس هذه جات خطرات بتحكر عليا، ما خلينيش نصيد، والله ما عليك تخليني نصيد، بتعتا عليا صح. ها انتم بطل حرام،
بلا كاع مرة ضغط عليك الخيط خصني نعاود الترخية. المصيبة ها صغيورة ومعدية علينا. موكيد يا ريت تعيشي. عليك مولانا اللهم يسير. اخوان قاعد بزاف تفقات ليالينيا على غفله ما بينا ما علينا جالسين تفقات واحد الله يعينك نوريك الماء كي ولا الماء مراد ديال بصح شاخ كتسمعوا هذا الريح والله انا ياك تقول الماء كي ولا الماء مرض طور ما تفطرات صافي وريه اش صار يبان لكم وريه يا معلم انا شفت صندوق اللي محل ديالك على نهائيا راسك سواك يدهز كثير ايوا صبر واحد شويه الله يقدر يكون دايز اذا راه هاد المناخ عندها درها في شيش سبحان الله العظيم طيب يبان لك الريح دابا شويه ويت تكالما تكون الشمس تسطح الشتاء والله طلع هو هذا الحصيله باقي فيها جوج اللي بربوط نتمنى تكون شي حاجه اخرى ان شاء الله على اللي قدام خليكم معنا خوت هاو معنا المنزله والريد كلشي وهاو اللي نموت بدينا قيمة القناع بالله بلاتي عاد تخبي لافلاطريس بوص ديال لافلاطريس الله يكون شي دور يا صغيرة طوماج بينا شي بروشي بينا شي دوري أربط صغيرة صعيب صمت المحلية مع هذا الريح هذا دابا عطا الصورة الله رقيت لها بهذ السبورة تاع مزعزع مع البرد صوت الصورة غادي تكون كاع مزعزعة هذا المدينة شاده وانا قاسم شاربه طيره شاربه صاير وانا قاسم شاربه على البرد راه ما يخليكش تصير بشي بحال يد تحسن غالي لينا نصيد ونطحر منها الرابعة هذه للخمسة الله يمعقل هاي شحال زينا زيادة المنزلة هذه والله إلا زيادة المنزلة اللي فيها قوة المربوطية والد حوت المنزلة وعشتو راشي لا الله حوت المنزلة يا بسم الله على بركة الله بدا كيخلي هذاك الريح واحد شوية واحد شوية المهم مبقاش مشي بحال قبيلة انا كنقشعو غير من ستابيليزاسيون ديال التليفون تيبان لي التليفون تستابيليزا مبقاش كيترعد راه نقص الريح قبيلة راه كان تيتزعزع التليفون ماشي تصدق هل تمون انا غادي نديري غادي نديري الله يجيب اسمي لا هو
هو على المباشر. هو هذا هو ماشي البرد. هذا ماشي البرد. هذه بغبوط هاي. حجم الكبير هذه شتوها باغبوط. تبارك الله وصلى على النبي تبارك الله. مشاع خيرية راحوت المنزلة. هو راحوت المنزلة. منضح حرام ايش بكير. ماشي مشكلة. احنا المهم هم فرجين ولا جاب الله جاشي دوري غادي نبدو نشوف وين البرد. راه بدا تيخلي بعدا. يا سلام. Il y a des barbottes. Des barbottes. Ouais, à peu près 6 ou 7. Hein? Je te libérer. Pas de doré. Non, pas aujourd'hui. Ah, attends, arrête, on va. Ouais. Il y a pas de barbottes. Voilà, ah bon. Barbot. Barbot. Ouais. D'accord. Regarde pas. Non. Je cherche le doré. J'aimerais bien avoir un doré. Ouais. Viens, ma zelte, je venais avec le hôtel ouvrier, je vois rien. T'as fait ta soupe, là? Ouais, bien sûr. T'as pas ça sur YouTube? Ouais. Ouais, pas une chaîne. Merci. Fait de loin quand tu te vois. Ha! Un barbotte. Ouais.
ليك في البلاصه لو عجبت فيك رابطين. شي مسخوطه البربوطه المسخوطه عندها واجد الشوكه ديما تنقولها لكم هما ثلاثه نورمالمون ماشي جوج عندهم ها هما شتمو بين كفاتهم كاينه وحده هي هنا الاخرى هي هنا والاخرى هي الفوق هنا هادو اش كديرهم باش كدافع على راسها لا بياكلها شي مفترس كتوقفهم فاش كتوقفهم تتحليه في الحلق ديالو تخليه شي سرطان هذا الشيء باش هي حتى واحد في الحوت ما كيزعم عليها من غير الا كان شي مونستر شي حاجه كبيره هي دل. سيري تيجي والله ما بقيت حاسب مازال واش العشرة هذه ولا التاسعة والله ما نكذب عليكم حقرات عليا ما خلاتنيش نصيد بنت الحرام وانا مني خليها هذا الريح دابا غادي نلح واحد شوية واحد جوج ديال اللوحات اخرين لا نتفرجوا ما تعرف يضرب شي دوري في هذه الكرمة هذه ما ضربش غادي ندور للبروشي نكرك عليه نخدم على البروشي تكرك على الله يجيب الله شي بروشي في هذه الشيء ما عمرنيش عليك مولانا عليك مولانا ها هو معنا الله يكون شي دور هذا ان شاء الله الى دوري هذا عطوه علاش حيت خفيف ما ثقيلش بزاف شتي قلت لكم هذا ان شاء الله هي دوري ولكن مش واقع دوري صغير هو دوري هو دوري واني صغير شتي قداش دوري صغير هذا دوري صغير هذا غادي نردو على الماء انت تفتوش عليه واني مني ضرب هذا سابي غير بدا كيبان دوري اي ما كنا نضربو عليه عندكم في الخط ها هو ها هو هذا ندير ليه واحد البويسه غادي نصيفطو سير 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 على باباك ها هو الخوت ها هو معانا يكون شي دوري عاوتاني بحال هذاك صغير شوفين شوفين بعد هذيك البربوط راه قطعت الراس هذا هو المهم هادي راه رش مزيان هذا شتي مني بعدا طلعت الدور الصغير طلعت الشوفين سافيري راه يحوت بدا تياكل حتى البربوط بدات كتزيد في حالتها عليك امونا الله ما يسر الله ما يسر خوت هي لقيطة الله يجعل شي بركة اجي راه مصايدة هادي والله إلا مصايدة والله بنقول لكم بين نقلبها للتكراك دابا واقيلا ما غنقلبهاش التكراك شوف شنو شي مصيد بعدا قال لي ستيف الماتريال ديال التكراك خليت لك صبار يلا جيت بنقول لكم ودي راه قابية بشي شكل غادي نقلبوها التكراك وكنها مصيدة شوف بينها عاوتاني بحال هاديك نيت اختها اختها
ما حد انا والو اليوم وافر تكراك على الدور غدا ان شاء الله نصبح عليه في الصباح بكري ابوني مع الفضل نصبح عليه ديك يوم قيتو فاش يكون دار رجلو مين سلك خوت الى هنا الختام ديال هذه الخريجه ديالتنا. نتمنى الفيديو هذا يعجبكم. ما تنساوناش كما قلت لكم في الاول الفيديو دعمونا بواحد اللايك الله يرضي عليكم مع الاصدقاء ديالنا اللي عارفناكم هي كتنساو والمتتبعين الكرام تاعهم عارفناكم هي كتنساو هذوك الله يرضي عليكم. تحاولوا ما تنساوناش كيدخل الفيديو قبل ما تدخل لي كيدخل الفيديو الاول ديالو تلقى واحد الكليك بسيط تورك صباحك على ذاك اللايك اديتي ما خسرتي وما درتي والو ما خسرت حتى شي حاجه هكا ما غاديش تنسى. ولا بقيت تتفرج عليك ساعه في الفيديو حتى كملتي وعجبك راه ماشي مشكل خلي كومونتير وما كرهناكمش تخلوا لنا كومونتير اش بينا نبدا ندير لكم هاد الخرجات ديال سبينينغ على حساب البروشي في الصباح. الى بغيتوهم خليهم لي في كومونتير قول لي ودي راه بغينا خرجات ديال البروشي في الصباح ابوني مع الجزر. المهم خليوا لنا كومونتيرات ديالكم من التساؤلات ديالكم تبارك الله عليكم وفي حلقه جديده وفي مغامره جديده ان شاء الله في امان الله. تحياتي.